يا خاوتي يا خاوتي خلينا نخدموا يا خاوتي يا خاوتي هذا خليت نفسي حاب نشكر كل اللي تضامن معايا ونحب نقول لهم دقيقه خالد بدون هذا التضامن لن تكون هناك فراشات نحب نشكر كل المواطنين المحامين والجزائريين والناس في الخارج اللي تساندوا معنا لان قضيتنا كصحفي حر ومستقل قضية عادلة مثل ما هي قضية كل الصحفيين المسجونين وكل معتقلين الرأي. سنكون كلنا أحرار لما يتم إطلاق سراح كل المعتقلين إن شاء الله. شكرا.